شهر مايو خلاص بيهل علينا اهو. والحقيقة يعني احنا لسه برد. لسه احنا عايشين البرد، مش عارفة ايه اللي حصل. انا فاكرة اننا كنا قبل كده من عيد الام اصلا، بل بالصيفي يعني، كنا بنبدأ نروح المصايف من شهر 5 بالكتير. لكن مش عارفة هل الجو اتشقلب كده يعني خلاص على طول يعني، ولا اتشقلب حاله اصلا ازاي؟ هل دي اثار التغيرات المناخية مثلا؟ انا بقول ده علشان الهيئة العامة للأرصاد الجوية كانت بتحذرنا النهاردة من بداية لموجة باردة، وان درجة الحرارة هتبقى 25 درجة مئوية بالنهار لمدة 48 ساعة. مش بس موجة باردة، دي بتقول انه في رياح شديدة، وان الدنيا بالليل هتبقى برد 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 يعني. وبتنصحنا ان احنا ما نلبسش صيفي خصوصا بالليل عشان درجة الحرارة هتنزل ويمكن توصل كمان ل 14 درجة مئوية في القاهرة وبعض محافظات الصعيد، وان الكلام ده ممتد لبكرة كمان. وبعد كده بقى في دخول مفاجئ وعنيف لفصل الصيف من يوم الثلاث، درجة الحرارة هتنط 15 درجة وتطلع لمستوى 40 درجة مئوية. يعني من النهاردة لبعد بكرة الثلاث في حالة كده من البسترة. عاوزين نفهم أكتر إيه اللي بيحصل بالظبط مع الدكتور محمود القياسي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية. أهلا بحضرتك يا دكتور، وإيه حكاية ال 48 ساعة الجايين دول؟ اهلا بحضرتك استاذه هندي اهلا وكل الساده بحضرتك، المشاهدين، وكل عام وحضراتكم كل بخير. سنه وحضرتك طيب وبخير يا رب. احنا بالفعل الفتره دي هي فتره تقلبات جويه، شهر ابريل عموما بيكون هو فتره التقلبات الجويه، دايما بيقول بسبب اننا في شهر ابريل بتبدا الكتل الهوائيه تبدا تنفصل عن بعضها، في بعض الايام بنتاثر بكتل هوائيه شماليه جايه من جنوب اوروبا بتكون مشابهه للكتل اللي بنتاثر بيها في فصل الشتاء، أيام تانية بنتأثر بكتل جنوبية بتكون جاية من جنوب شبه الجزيرة العربية بتكون مشابهة للكتل الهوائية اللي بنتأثر بيها فصل الصيف. الفترة دي دايما بنحذر، بنقول يا جماعة نخلي بالنا، دي فترة التقلبات الحادة والسريعة. يعني من يوم الجمعة اللي فاتت تقريبا وإحنا في موجة من الانخفاض في درجات صح الحرارة بالظبط، حسينا كلنا بيها بالفعل، كتل جايه من جنوب اوروبا مع منخفض جوي في الطبقات العليا للهواء، يعني تبريد على طول عمود الهواء في سطح الارض وحتى ارتفاع 5 و6 كيلو. بالفعل التبريد ده حسينا بيه اكثر خلال ساعات الليل، الطقس اللي وصل ل 14 درجه مئويه على القاهره وصلت لخمسه على سانت كاترين ومناطق من سينا. الفترة اللي يمكن بكرة إن شاء الله هيكون الوضع، يمكن درجات الحرارة غدا إن شاء الله ترتفع بمعدل درجتين عن اليوم أو درجة على أغلب الأنحاء مع اعتدال سرعات الرياح. من يوم الثلاثاء تبدأ تتغير الكتل الهوائية مرة تانية عشان تتأثر بكتل هوائية جنوبية ترتفع معها درجات هل الحرارة. هل فعلا هنوصل 40 درجة يوم الثلاثاء؟ لا، دي مبالغات بيقولها الهواة على مواقع السوشيال ميديا طبعا. طيب كويس انك طمنتنا، لازم ناخد الامر من المصدر، من الهيئه العامه للارصاد طيب الجويه. من مصدره هيكون بقى. في ارتفاع بالفعل هتوصل لحوالي 33 و34 على القاهره 33 الكبرى، و34 جنوب الصعيد بالفعل هتصل فيه ل 38 ويمكن 39 كمان، وصلنا لها الدرجات دي خلال هذا العام او خلال شهر ابريل الجاري، وصلنا لها في الموجات الحاره الماضيه. يعني الامر ده هيبدا ذروته يوم الخميس، انا الارقام دي اللي بقولها هتكون يوم الخميس ان شاء الله، لان دي الذروه، الارتفاع هيبدا تدريجي من يوم الثلاث لكن الذروه يوم الخميس. الخميس هنوصل لكام بقى تاني؟ الخميس هتوصل القاهره ما بين 34 ممكن توصل 35 على اقصى تقدير. الجنوب الصعيد ممكن يوصل ل 38 او 39 درجه مئويه. ربما يوم السبت هتبدا تماما وهنبدا نتاثر بكتل هوائيه شماليه هتعود معها مره اخرى درجات الحراره 27 درجه مئويه. طبعا زي ما احنا متعودين مع الجبهات البارده دي بيكون معها نشاط للرياح، هيبقى هنبدا نلاحظ نشاط للرياح بدايه من يوم الجمعه ان شاء الله. طيب يعني دلوقتي الموجه البارده اللي احنا تعرضنا لها او بنتعرض لها دلوقتي، في يعني لسه ممكن يكون موجات بارده تانية، ولا خلاص احنا كده فصل الصيف لما يدخل خلاص هننسى الموجات البارده؟ لا، هي الفرصة موجودة بالفعل، يمكن لحد أول 10 أيام من مايو الفرصة موجودة، لكن بوجه عام كل ما تقدمنا في الوقت بتبدأ درجات الحرارة تسير نحو الارتفاع والأحوال الجوية بتسير تدريجي نحو الاستقرار، فبالتالي كل ما تقدمنا في الوقت فرص حدوث حالات عدم تمام. الاستقرار المشابهة بتكون الفرص أقل دكتور كل ما محمد.
هل اللي دلوقتي. بيحصل ده الطبيعي؟ يعني هل الطبيعي ان احنا لغايه شهر 5 بيبقى عندنا موجات بارده؟ ده الطبيعي في حياتنا قبل كده في السنوات السابقه؟ يعني الطبيعي خلال الفتره دي بالفعل بنتاثر بموجات بتنخفض معها درجات الحراره، لكن بسبب تغير المناخ اللي كلنا ملاحظينه بيؤدي لتطرف وحده في الموجات دي. يعني لو كنا الفترات او السنوات اللي فاتت بنتاثر بدرجات حراره لما بتنخفض خلال هذه الفتره بتوصل لمثلا 29 وربما 28، لكن هذا العام وصلت بالفعل درجات الحراره على القاهره العظمى خلال هذه الايام في حدود ال 25 درجه مئويه، وده انخفاض كبير عن المعدلات الطبيعيه. اشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود القياتي، عضو المركز الاعلامي بالهيئه العامه للارصاد الجويه.